بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم متسبي قناة تقني فلاحي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم نهضروا على الباسان. الباسان كنديروه في الضيعة الفلاحية الكبيرة كما كتشوف تبارك الله. هذه الفيرما هذه كنديروه باش كنجمعوا فيه الماء ديال الواد ولا الماء ديال الآبار اللي كتكون عندنا. كنجمعوا فيه الماء بالليل وبالنهار على حساب الكمية اللي كنستهلكو، على حساب المساحة ديال كل فيرما والحاجيات ديال الماء اللي كتكون خاصها. بالنسبة ملي كيكون عندنا الآبار كيبداو كيخويو هنايا في الباسان كما كتشوفو، وكيتجمع الماء هنايا. أما إلا كان عندنا الماء كيجي من الواد كنعمرو الماء الكافي، وداك الساعة كان على حساب الخدمة والأيام ديال السقي إلى غير ذلك. كما كتشوفو الباسان فيه جوج ديال القواد خارجين منا، وما هادو جوج خارجين ماشي البومبا، ماشي البومبا ستاسيون. ستاسيون هو دارك بالزيتون، دارك بالزيتون وفي الشجر. المهم راه موراه ستاسيون بعيد بواحد 20 متر تقريبا من هنا من الباسة. عندنا هاد جوج ديال القواد هما هادو، هنا الفوق كنديرو الحديد وكنديرو واحد البلاستيكا من الكاوتشو كتشد بين هاد القادوس ديال الحديد والقادوس ديال البلاستيك ديال البي في سي. ديال البي في سي هو اللي كيدخل للباسان، ودوك البواد اللي كتشوفوه في الوسط ديال الباسان هادوك كيهزوا لينا الكريبينا اللي شاده في القادوس اللي كيجبد الماء. ديك الكريبينا الدور ديالها كاينه واحد الكريبينا نوريها لكم من بعد ان شاء الله، ما كتخليش الماء يولي. الماء يجي لعندنا لهنايا ملي تكون البومبات خدامين كيمصوا الماء يدخل، يعني كيجروا الماء يدخل داخل السيستيم ديريغاسيون، يعني كيدخل البومبات ويفوت في الفلترات ويمشي للفيرما. ومنين كنسكتو يعني كنساليو السقا ديالنا ما كيرجعش الماء. ديما هاد القوات هاد الزورق اللي كتشوفو كيبقاو عامرين كما قلنا، كيبقاو عامرين. عندنا هنا واحد الفانات، الفانا ديال 63 كنظن. المهم الدبوس، هاد الفانا ديال الدبوس كاينه وحده هنا وكاينه وحده هنا. كل قادوس كنديروا له الفانا ديالو، كنديروا الفانا على اساس الى خواتنا الكريبينا وبغينا نعمروها، ولا خواتنا القادوس كنعمروها من هنايا. هذه هي البلاصه، هذا هو علاش كنديروا هذا الفانا هنايا. الفانا صغير. غنشوفوا مع الجنب هذوك الكاوتشو اللي قلت لهم، هو هذاك شاد بين القادوس ديال الحديد والقادوس ديال البلاستيك. كنديروا هذيك الكاوتشو علاش كنديروه؟ باش كيخلي لنا القادوس كما كتشوفوا ديال البلاستيك هو هذاك، كيطلع وكيهود، كيطلع وكيهود. يعني ملي كيخوى الباسان كيهبط، وملي كيعمل الباسان كيطلع. اذا خص شي حاجه اللي تكون هاد الفليكسيبيليتي ديالها، يعني كتطلع تلعب هكا. اما القادوس الا درناه بوحدو غيتهرس، لهذا كنديروا ديك البلاستيك داك الكاوتشو هذاك. وهذاك ضروري اما القادوس كبير اما صغير كيما كان. المهم خصو تكون هذيك البياسه هذيك، باش الا هو دابا الغرق ديال الباسان عندنا هنايا تقريبا 7 متر، 7 متر على 45 متر في الطول و45 متر في العرض، هادشي اللي فيه، وفيه تقريبا 7 متر ولا اكثر ديال الغرق. اذا هاد البياسه هذه قلنا ضروريه، وهذوك البادا ضروريين. جوج كنديرو في الجهه باش كيهزوا لينا كيهزو لينا القادوس مزيان. غنشوفو دابا واحد القادوس كيتسالو ليه الناس، هذا تاهو جاي مع هاد القوات، هذا جاي معاها من ستاسيون، من البلاصة اللي كيتجمع فيها البومبات وكيكون فيها الفلترات وفيها البلاصة اللي كنديرو لانجيكسيو ديال لانكري، يعني البلاصة اللي كنخرج نخلطو فيها لانكري فيها كلشي. هاد القادوس هذا هو صغير ما كبيرش، يكون 75 ولا 70. هذا هو الروتور، هذا سميتو الروتور. وغنشوفو واحد راليا كيبان لكم في القنت ديال الباسان، هذا كنشوفو حتى هو، ولكن هذا الروتور كيجي من ستاسيون. هذا ملي كيرتفع عندنا الضغط بزاف ديال الماء في ستاسيون، يعني في القواس اللي كيديو لنا الفيرما اللي كيخرجوا لنا الماء الفيرما، كيطلع البريسيو لواحد الدرجه اللي كتكون واحد الكيت تمايا
كيتريقل، من بعد ان شاء الله نهضروا على الستاسيون نشوفوا فيه المكونات كاملين، كيرجع الماء لهنايا. وهذا الدور الثاني ديالو، هو قلنا ملي كيطلع لنا الضغط بزاف كيخرج من هنايا، كيخرج لهنا كيرجع للبسان. وتاني حاجه كيدير هذا الدور ديالو هو انه ملي كيكون السيستيم ديال لي فلتر اللي كيصفيو لنا الماء، كاين واحد السيستيم اوتوماتيك يعني كيغسل الفلترات راسو هو اللي عندنا هنايا في الستاسيون ان شاء الله غنشوفوه، كيرجع الماء ديال النيتواياج كيرجع منه. يعني ملي كنغسلو الفلترات كيتغسلو اوتوماتيك، الماء داك المستخ الماء المستخ اللي فيه داك الشيء اللي كيتغسل كيخرجوا من هنايا، كيجي لهنايا الباسه. هو هذا، وكتشوفوا تبارك الله الباسه نقي، ما فيه حتى حاجه، الماء صافي، لان يعني عندنا الحوت ديال الواد، ما جايبينش شي حوت من شي بلاصه اخرى، الحوت ديال الواد جبناه من الواد، وكيطلع كذلك مع في الماء اللي كيجي من الواد. البومبا كاينه كبيره كيدوز داك الحوت، حوت صغير كيدوز كيجي هنا كيوصل صحيح، يعني ما كيموتش في البومبا ملي كيكون فايت دايز. والحمد لله دابا عامر هاد البسان بالحوت، كاين الحوت فيه موجود. غنمشيو نشوفو القادوس اللي كيعمر لينا البسان. دابا عندنا جوج هنايا كيخرجوا، هادو جوج كيخرجوا، وعندنا واحد اللي كيجي من الواد اللي في القنت، اللي هي كيبان لكم داك القنت في الزاويه، هذا كي 160 القادوس، ل 160 هذاك كيعمر الباسان. الكميه اللي كيجبدوها هاد جوج بومبات تقريبا فايت هذاك الكميه اللي كيجيب داك القادوس من الواد بواحد النسبه قليله، يعني ملي كنسكتو السقا باش كيبقى لنا هاد النيفو ديال الباسان ديما عامر، ملي كنسكتو السقا وكنساليو السقا ديالنا في النهار، كنبداو في الليل وكنكملو في النهار مع 12 د النهار ولا 4 د العشيه، المهم على حساب الكميه ديال السقا، المهم اما مع 12 اما مع 4 د العشيه، هذا هو كنسكتو باش كيرتاحوا البومبات وكنوليو نديماريو مع 12 ديال الليل. اذا ملي كنسكتو مثلا مع 12 خصنا نخليو البومبه ديال الواد خدامه حتى ل 4 د العشيه، كتبقى ديك 4 السوايع 3 السوايع هذا الفرق ديال الخدمه ديال 24 ساعه اللي كنخدمو. لهذا كنخليو هذاك ديما يزيد داك الشويه اللي كيدوزوه هاد البومبات هادو ديال الباسان. الا كان شي تساؤل الاخوان خليو لنا في التعاليق وان شاء الله نجاوبوا عليه، ولا نديروا فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تدعموا القناه بجيمو ابوني وتشجعونا على الاستمرار وتشجعوا القناه ان شاء الله. هذا النحل ديالنا، النحل غنديرونا هنا فوق الباسان، وكذلك غنهضروا على واحد الربيعه كنديروها هنايا باش كنشدو الباسان الجناب ديالو التراب ما يهوش. هي هادي، يا هادي الاخوان، هادي مزيانه الجوانب ديال الباسان كما كتشوفوا، هادي راه ضروريه نديروها لان الشتا كينجار في التربه، كتنجار والفوق كنديرو شويه ديال الرمله ديال الواد ولا الكايات، المهم اللي كان متوفر. وهذا الربيع اللي لداخل غيتحيد، كلشي غيتحيد، هادشي غيتنيطوايا الربيع. شتو هاد النوع ديال الورد هذا كيطلع هنايا يسرع على الجوانب كامله وكيدير الجذور. غنشوفو القادوس اللي كيجيب الماء من الواد، القادوس ديال 160، هو هذا الاخوان القادوس ديال 160 اللي جاي من الواد، هو هذا اللي كيعمر لنا الباسان. كاين نحل هنايا وشويه الحراره يقدر يعض، وهذا القادوس اللي كيعمر. اذا الباسان فيه واحد كيعمر وفيه جوج كيخويو وفيه داك القادوس الصغير ديال الروتور، وهذا وديما كنخليو هاد شويه ديال واحد ميطونس خاويه ديال الماء، ميطونس خاويه ديال الماء باش ما يفيضناش الباسان، ولا طاحت الشتاء كثيره كيتجمع شويه في هاد الوقيته ديال فصل الشتاء. دابا راه حنا في 30 في شهر 11 2021، الحمد لله الخير ديال الشتاء طاح، الثلج كاين في الجبال، المهم الحمد لله الناس كتحرس. نتمنوا العام ان شاء الله يطلع مزيان. النحيلات ديالنا هما هادو، الحمد لله الامور غاديه مزيان، كاين اللي كيمشي كاين اللي كيبقى، المهم على حساب